بعد 3 سنوات أن تنتهي السياسة في المغرب إلى حالة من البؤس تنتج خطابا معارضا عدميا فاقد لقيم ولأخلاق السياسة، يخلط بشكل فظيع من الأدوار ديال الكلام عن الشارع العام وبين الاتهامات في كل الاتجاهات فيما يشبه إعلان إفلاس سياسي بمؤشرات موضوعية مع أنها علاقة بالعواطف. ما كناش كنتصوروا، ما كانش كنتصور شي مغربي كيتصور أنه السياق ديال هاد الوضع اللي كنعيشو في البلاد يكون هدف إسقاط الحكومة أو إرباك الحكومة، يكون هدف غير سياسي. هو ممكن طيح حكومة سياسية، ممكن طيح مجلس بلدي سياسيا، ما كاينش مشكل في السياسة وعى السياسة، لكن عندما تخوض بطرق غير سياسية تولد مشكل. هنا أطرح مجموعة من المؤشرات. كان خروج الحزب اللي كان في الأغلبية الأولى من الحكومة إلى اليوم لغز غير مفهوم. لماذا يغادر حزب حكومة في سياق سياسي يستوجب التمسك الوطني، يستوجب التعاون الوطني، يستوجب ربح رهانات الإصلاح وتعيين الدستور؟ إلى اليوم لا أحد يستطيع، ماشي كلام زمان، هذا كلام الناس مسؤولين في هذه المؤسسات، لا أحد يفهم اليوم لماذا.